بالشعار وليس بالشعار وانما بالممارسه الحقيقيه. ما تمشي واحد عنده سك تاع وطنيه يوزع فيها على الناس، وما تمشي واحد عنده سك ان يوزع على الصادقين المخلصين ونضاف والفساد. اذا كان الشعب التونسي بهذا الشكل برو يجيبوا شعب اخر، والشعب هذا يخليه يمشي للحرب واحكموه بالاخلاص والوفاء بالمواصفات اللي تروها انتم واللي عندكم انا موجود. كفانا ثقافه الحقد، كفانا ثقافه الكره، كفانا ثقافه البغضاء، كفانا ثقافه الشماته، كفانا من الثقافات هذيا راي ما قدمش فينا. في اخر المطاف يلزم الناس تقعد على طاوله تقوم مراجعتها ونكونوا متضامنين ونكونوا متحدين من اجل بناء هذا الوطن. اليوم صحيح الاغلبيه نقابيين وابناء الاتحاد العام التونسي للشغل، لكن ايضا هنالك اصوات ناعقه مندسه سعت الى رفع شعارات مسيئه لرئيس الجمهوريه واستغلت الوقفه هذه للتصعيد. شوف ردك على الكلام هذا. شوف الاتحاد العام التونسي للشغل هو مدرسه وطنيه جامعه ويضم في صفوفه كل ابناء تونس بالفكر والساعد، ونحن لما دعينا الى هذا التجمع فالعدف منه هو تبليغ رسالة إلى السلطة السياسية وإلى الحكومة التونسية واللي هي تبعد بضعة أمتار على هذا الموقع هذا التجمع وتحت ضريح الشهيد خالد الذكر فرحات حشاد، بأنه البلاد مصلحتها تكمن في وجود حوار اجتماعي، البلاد مصلحتها تكمن في بين من ومن؟ بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة. نحن نمثل الطبقة العاملة في تونس اللي تمثل جزء الأهم، وبالقوانين الوطنية، بالمجلة الشغل، بالاتفاقات، بالقانون العام الوظيفة العمومية، بالاتفاقات الدولية، فإن لا يحق للحكومة أن تغلق باب الحوار. أنت تعرف الكواليس، ما المانع في التواصل اليوم مع رئاسة الجمهورية؟ ما عندناش حتى مانع. تعرف شنية؟ علاش ما تتقاربوش؟ علاش الخلاف يتواصل في مصلحة من؟ نحن لسنا لنا عداوة مع لا سيد رئيس الجمهورية ولا غيره من أعضاء الحكومة. نحن بوصلتنا واضحة عندما ساندنا لحظة 25 جويلية هذه الإجراء، فهذا القرار كان نابع من قناعات ومؤسسات ديمقراطية وليس خوفا أو طمعا، وقلناها مرارا وتكرارا. ونحن مع حوار مع سيد رئيس الجمهورية ومع مختلف مؤسسات الدولة على قاعدة المصلحة الوطنية وعلى قاعدة احترام القرار النقابي المستقل، لأنه القرار النقابي المستقل لا يمكن أن يكون إلا في مصلحة البلاد هذه وتأمين استقرارها وتأمين سيادتها الوطنية واستقلال قرارها الوطني، لأن استقلال القرار الوطني لا يمكن أن يكون صلبا مبني على أرضية صلبة متى كانت التماسك الاجتماعي والسياسي في البلاد مهزوز. سياسيا، لكن أنا نحبك وسؤالك سياسي كما أنت. نعم. جاوبني، وسؤال موجه لشخصك. أيوة. اليوم فما جزء كبير من قلعة حشاد مع رئيس الجمهورية، وجزء آخر على الربوة ينظر ولا موقف، وجزء آخر ضد، لكن فما تواصل، وانا نقول لك فما تواصل في الخفاء وغير معلن. علاش هذا ما يظهرش للعلن وراو في قادم الايام او قادم الاشهر وساطة؟ وانت تفهمني علاش نقصد. احنا في الاتحاد تركيبتنا ودورنا وتاريخنا. باسم الاتحاد. لا 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 لا، باسمك انت. باسمي انا نمثل الاتحاد. انا اليوم نمثل الاتحاد، وهدفنا الوحيد هو أنه نوصلوا إلى كلمة سواء، وكلمة سواء معناها بين المؤمنين والصادقين والمواطنين لا يمكن أن تكون تحت الطاولة ولا معناها فهمتني بالسر. لا، نحن نطلب وأن هذا المنبر سيد رئيس الجمهورية والحكومة أن يفتحوا الأبواب الحوار، لأن في فتح أبواب الحوار مع هذه المنظمة الوطنية الصادقة الخالصة الذي يشهد لها تاريخها بأن روت من خلال أبنائها ومن خلال مؤسسيها وسيد شهداء تونس الزعيم فرحات حشاد، رووا بدمائهم الطاهرة
البلاد هذه وأرض هالبلاد الطيبة من أجل تونس. وبالتالي الاتحاد العام التونسي للشغل عندما يتفاوض مع الحكومة ويتحاور مع الحكومة هو فيه مصلحة للحكومة ذاتها، فيه مصلحة لتونس، فيه مصلحة للشعب التونسي، لأننا نقدر بأن هناك تحديات كبيرة تواجهها بلادنا، سواء كانت اقتصادية، سواء كانت سياسية، سواء كانت معناها توازنات إقليمية ودولية. هذا الكل يتطلب منا، من ذوي الحكم الرأي السديد والحكمة السياسية، أن نجمع أنفسنا. وما اجتمعت، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وما اجتمعت أمتي على ضلالة واختلاف أمتي رحمة. وبالتالي نحن حتى وإن كانت لنا بعض المقاربات المختلفة مع هذا الطرف أو ذاك، ولا حتى مع السيد رئيس الجمهورية، فأن هذا لا يعني أننا في عداء، وإنما نحن حريصون على تنوع وتعدد المقاربات والاجتهادات فيما ينفع الناس، لأن ما ينفع الناس هو الذي يمكث في الأرض، وهو الذي ينبت الزهور من كل معناها الأراضي والحدائق التي نريدها خضراء تحمل ألوان تونس الزاهية. وهذا هو دورنا. لا عندنا لا عركة شيرين بلا، ولا عندنا معناها فهمتني أجندة أجنبية، بل بالعكس نحن نقولها عاليا. متى تعارضت مصلحة تونس والأجانب، نحن طبعا من غير ما نفكروا راهو مش نكونوا مع تونس ومع الدفاع عن قرارها وعن سيادتها ومستقبلها، لأننا نعلم جيدا بأن هذا الاتحاد العام التونسي للشغل الذي انبنى على الوطنية الخالصة، واللي اتأسس بضريبة الدم، ولا يقدر على دفع ضريبة الدم غير الذين يقدرون شرف الحياة، ربينا من هذه المدرسة، من هذه المدرسة الوطنية الخالصة. وبالتالي نقول إلى بعض المرتزقة، بعض المرتزقة اللي حاولوا انه يشوهوا واللي حاولوا انه يوسعوا الهوة ومعنى الخلاف، نقول لهم بأنكم سوف تجنون إلا الأشواك، لأن الاتحاد ينجم يكون في وسطنا اختلافات في وسط الاتحاد، وينجم يكون فما مقاربات مختلفة وفما صراع، لكن الاتحاد راهو يجب أن يعلم الجميع منظمة ديمقراطية. وحتى إذا كان عندنا بعض الهينات في علاقة ببعض المواقف وبعض الإجراءات، راهو قدرنا هو أنه نتجاوز الهينات ونعمق المسألة الديمقراطية، لأنه أبناء وبنات الاتحاد راهم مش توابع سكر، أبناء الاتحاد اللي يجمعهم ويلزم هذا يكون فرض عين على الناس المنتسبين كل، هو الالتزام بثوابت المنظمة ومبادئ المنظمة. أما الاختلاف في طريقة ترجمة هذه المبادئ وهذه الثوابت، فلكل الحق للتعبير وللنقد وللاقتراح. وهذاك علاش الاتحاد العام التونسي للشغل القلعة الوحيدة التي لا أقول إنها لم تضعف بعيد الثورة، أو إنها أغلقت بعد الثورة وقالوا لها ديجاج، وإنما بعد الثورة بقيت الحصن تقريبا الوحيد القائم الشامخ، والذي استأنف دوره بأكثر حيوية بأكثر وضوح بأكثر جرأة. نفس الشيء، لأنه المبدأ الديمقراطي الداخلي معناها موجود، وهذاك ضمانة استمرار معنى المنظمات وحصانة للمنظمات في مواقفها المبدئية. نجم نغطو في التقدير في مسألة معينة وهذا عادي وطبيعي، ولكن الحصانة متاعنا أنه من نجموش معناها نخونه، من نجموش ندافع على الظلم، من نجموش نكونوا شهاد زور أيضا، ومن نجموش نكونوا في ذات الوقت حماة للفساد كما يحاول البعض أن يتهمنا زورا وبهتانا. والأخ بوعلي المباركي اللي قال وأنه حتى لو كان ابني فاسد راني نتبرأ منه، هذاك خاطر هو يعبر عن ثقافة النقابيين وعن رأي النقابيين وعن رأي الاتحاد. وهذا كل ما يمكن قوله، نحن مع كل الإجراءات التي طالبنا بها. وانت تعرف صحفي وتعرف يا أخي، احنا مش كنا
ولازلنا نقول لابد من فتح ملفات الفساد في علاقة بعديد القطاعات وكذا. مش احنا اللي قلنا لابد من تطهير البلاد من اللوبيات، مش احنا اللي قاومنا معنا في اعتصامات واضرابات للدفاع عن قوت التوانسة وعن المرفق العمومي اللي معنا قلنا وقال لمين العام نفسه هذا نور الدين الطبوبي راهو خط أحمر، 70,000 خط أحمر المساس بالمنشآت. ونحن نقدر وأنه رئيس الدولة عندما يأتي إلى مربع الاتحاد ويصبح يتحدث على ثوابت من ثوابتنا في علاقة بعدم رفع الدعم، بعلاقة بعدم التفويت في القطاع العام، في علاقة بمعنى محاربة الفساد، فنقول هذه كلها ثوابتنا وما بدأنا و كل نضالاتنا تتمحور في هذا الصدد. وبالتالي نحن أيضا نريد ترجمة هذه الشعارات على أرض الواقع.